شبكة سما الإنشادية تقدم وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا وصف النبي المصطفى الصفا يرويه أصحاب الكرام منهم علي ذو الوفا هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا رمش العيون وسوادها ليل الهنا رمش العيون له انحناء وسوادها ليل الهنا رمش العيون له انحناء وسوادها ليل الهنا هو أدعج العينين قد ضاءت بحسنها الدنا هو أدعج العينين قد ضاءت بحسنها الدنا خاتم كتفاه قد حظي به.